سيداتي وسادتي، أهلا بكم وطابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد جديد نقدمه لحضراتكم هذا المساء من فقرات حقيبة الليلة. سيداتي وسادتي، نستهل أخبار الحقيبة بالكرة الإيطالية، أهلا بكم. أعلن نادي إيسي ميلان الإيطالي يوم الاثنين الماضي رسميا عن تولي الإيطالي فابيو كابيلو منصب المدير الفني لفريق إيسي ميلان خلفا لأريكو ساكي مدرب منتخب إيطاليا السابق، وسيباشر كابيلو تدريب الفريق اعتبارا من الأول من الشهر المقبل. يذكر أن كابيلو انتقل في مطلع الموسم الماضي لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني، حيث فاز هذا الموسم بلقب الكرة الإسبانية. يذكر أن كابيلو فاز مع إيسي ميلان بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا 1. في العاصمة المجرية بودابست أحرزت ليتوانيا بطولة المنتخبات الأوروبية بكرة السلة للسيدات، وذلك إثر فوزها على فريق منتخب سلوفاكيا بفارق 10 نقاط وبواقع 72 نقطة مقابل 62 نقطة. وكانت المباراة قوية ومثيرة، تقدم في بداية الفريق السلوفاكي صاحب الثياب الحمراء وتقدم السيدات سلوفاكيا بفارق 6 نقاط قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين فقط، ووسع الفريق الليتواني للسيدات الفارق في الشوط الثاني بفضل اللاعب المتألق لينا والتي سجلت 23 نقطة رغم خسر فمتها. يذكر أن ألمانيا أحرزت المركز الثالث إثر فوزها على المجر ب 86 نقطة مقابل 61 نقطة، وشارك في هذه البطولة العالمية 12 منتخبا أوروبيا للسيدات. تفاصيل من هذه المباراة. وصل متصدر سباق السيارات السويسري ألان مينو وصل سلسلة الفوز بعد أن فاز في الجولة 11، بينما فاز حامل اللقب فرانك ميلا في الدورة 12. وجرى سباق أعزائي المشاهدين في إنجلترا، حيث تمكن السائق فرانك ميلا من الفوز في المركز الأول، وجاء سويسري مينو من فريق رينو في المركز الثاني بفارق 1 فقط، وبهذا الفوز حقق ميلا الانتصار الثاني له في موسم 97. وننتقل بحضراتكم إلى أخبار بطولة العالم للشباب بكرة القدم، فقد بدأ منتخب المغرب للشباب بكرة القدم بدأ مشاركته في بطولة العالم بداية موفقة، ففاز في أولى مباراة على منتخب ماليزيا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. جرى اللقاء على ملعب شاه علام في كوالالمبور وحضره 35,000 متفرج، وسجل هدف ماليزيا الوحيد مدافع المغرب يوسف سفري بالخطأ في مرمى فريقه، بينما سجل طارق السكتاوي هدف التعادل وأضاف خالد الهدف الثاني في الدقيقة 31 قبل أن يحرز المهاجم هيثم بارودي الهدف الثالث في آخر دقيقة من المباراة. منتخب المغرب الشقيق صاحب الثياب الحمراء. في إطار البطولة العالمية للشباب بكرة القدم أيضا، تألق منتخب شباب البرازيل بكرة القدم وفاز على منتخب فرنسا ب3 أهداف مقابل لا شيء، وذلك في لقاءات المجموعة الثانية.
سجل أليكس الهدف الأول للبرازيل في بداية المباراة، ثم أحرز أدلتون الهدف الثاني في الشوط الثاني، وسجل الظهير الفرنسي سيلفستر هدفا بالخطأ في مرمى، وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة لتفوز البرازيل بثلاثة أهداف مقابلة لا شيء لمنتخب فرنسا للشباب. أن يلتحق اللاعب ألبرتو سولانو لاعب منتخب بيرو بنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، ويبلغ سولانو من العمر 22 عاما. من الأرجنتين وقع اللاعب خوسيه لويس كالديرون عقدا مع نادي نابولي الإيطالي مقابل 5 ملايين دولار تقريبا، وهو أول لاعب أرجنتيني يلعب لنابولي الإيطالي بعد مارادونا. وفي البرازيل ترك اللاعب لوزاو نادي بالميراس وانضم لنادي ديبورتيفو لا كورونيا الاسباني. ونبقى في البرازيل، حيث قرر مدرب فريق فلامينغو البرازيلي اسبينوسا ترك النادي والالتحاق بفريق فردي كاواساكي الياباني. واخيرا اعزائي المشاهدين، روماريو سيتجه للتمثيل قريبا ليكون نجما سينمائيا، وسيتم عرض فيلمه في جميع انحاء العالم قبل بدء نهائيات كاس العالم في فرنسا لعام 98. وهذه لقطات نقدمها لحضراتكم أعزائي المشاهدين من فنون مارادونا، لاعب منتخب البرازيل الذي عاد إلى مستواه الذي قدمه في نهاية كأس العالم لعام 94. ويعتبر المهاجم البرازيلي روماريو من أبرز اللاعبين الذين يلعبون في منطقة جزاء الخصم، وهو قناص الأهداف ويتحكم بالكرة بشكل جيد ويلعب في القدم الخارجية بكفة، وقد سجل معظم أهدافه بهذه الطريقة. هنا هجم برازيليا في كأس العالم 94 ضد السويد، الهدف الأول لروماريو، تمريرة وتعود لتعود مرة أخرى لواصل روماريو الهجوم ويلعب الكرة بالقدم الخارجية مسجلا هدفا جميلا. وهنا لقطة أخرى للبرازيل ضد الكاميرون، هجمة برازيلية من دونغا وتمريرة رائعة يستغلها روماريو بعد لحظات من بين 3 لاعبين، ويلعب الكرة أمامه لينفرد بسرعة ويلعب الكرة بالقدم الخارجية أيضا، حيث يسجل معظم الأهداف. تلك كانت أعزائي المشاهدين حصيلة الحقيبة لهذا المساء. شكرا لحضراتكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي بث مواد وبرامج تلك